نقابة. اسمع شو راه نقابة هي ما راه نتفك كلمات. مش في غامزون لي ظل. دونك ويني يخدم سنه الحوايج. نخدمي في الخريف يتبقى شي سندي في الساسن. نخدمي في وزمور نلقويس اكا اكا شوف شوف ويني عطي لك ويني اكا. نلقوي غيس ويي غكا يني نجب الدي يستخلى التمارات بعد اهد نجبد باش عاد نتفاد نشرو باش ونخبط راه زمور نيو ونجرح راه زمور نيو ونرنود نقرط راه في طني وزمور. هذه احدى الادوات التي يستعملها الدلخذير في جني الزيتون، اسلوب يسهل له العمليه وحفاظا على سلامه الشجره. يضرب الدلخذير رفقة عائلته موعداً أواخر شهر ديسمبر في هذا المكان بالمزاهيد ومناطق أخرى شمال غرب ولاية سطيفة للتفرغ لجني الزيتون، تقليد عائلي متوارث منذ أكثر من 3 عقود. زيتون كيد خدمه إلا ما كانش بزاف كان شوية إلا كان إلا كاين مد رب العالمين كاين بزاف عامري فتخر من هذا العام يعني كل حال، ولكن حتى بهذا العام كاين خير ربي كيما راهم يقولوا الناس الناس بكري يقول لك شوف كل عام يكفي عامه. باي قرني سي دخل لا ياك فكاسي وكشو لك ديفك ما تعال دخل لا يفكي هتقص دخل لا الدهن ما لا تعال تطوح يفكي هتقص تطوح الدهن وتراز موريا ما اللي خدميت بابي سي فرسي تي نقشي هذه يا فزمور ما اللي غادي يصل وقت زمور كان هذيك زمور وغادي يروح كيمار نودي سقساي عمك ديف. أثناء الجني لا يقتصر دور النساء في تحضير أطباق تقليدية لتناولها كوجبة غداء في الطبيعة فحسب، فهذا الدلو يتحول إلى جامع لحبات الزيتون، لكل واحد هنا دوره، فهنالك من يجني من أعلى الشجرة وآخر بأدواته من الأسفل، ومنهم من يلتقط حبات الزيتون هذه المتناثرة على الأرض. الرجال يطلعوا للفوق ينحيوا في الزيتون والنساء يلقطوا في الارض من بعد وحنا نبريباريوها والرجال يبريباريو الارض هذيك الافانس قبل ما نجيو نحيوا نبريباريوها نقيوها ولا كانت الزرجيحه هكذا نديروا لها الاخر الودان باش ما يبعدش الزيتون هذاك باش النساء ثاني ما يتعبوش والكاين اللي عنده يقدر يشري الباش يديروا البيشان ثاني طريقه مليحه بالباش احسن من الاخر من الارض هكذاك. خير لايا يمين زلق ذا يقواد السبت اقلاغ يعداك 35 سنه وكنين لقوز مور. الاسم ذاك اون فامي انت دون فامي انت ويد الفاتور كت كوكوت ام كل اسنا شي دنت بديل الصنف. تما تعدلتين دكوخام ومن بعد ايه هو دناوي غير الخلا ونتش ونصور كنق الخلا وثرب وطر علاش كاين تويت هذه فوق. تتكرر هذه الأجواء المميزة خلال فترة جني الزيتون التي تتراوح عادة بين 10 إلى 20 يوما قبل أن يسلك المحصول طريقه إلى معصرة الزيتون لإنتاج الزيت.